خلينا نروح للإعلامي والصحفي الكبير الحقيقة الأستاذ علي الزين. علي الزين وهو صحفي وإعلامي كبير، إعلامي لبناني وصحفي لبناني كبير جدا في الدوحة وفي الدول العربية الحقيقة، كلنا عارفين مين هو الأستاذ علي الزين. أستاذ علي، إزاي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير كابتن إسلام، أنا سعيد جدا بوجودي معاك على قناه الاهلي بالبيت الكبير، بيت كل الاهلاويه. ايوه، وتشرف ان اتواجد بين الاهلاويه واكون معاك بهالاطلاله الاولى ان شاء الله وما بتكون الاخيره. يعني اولا شرف لينا ان حضرتك تكون معانا يا استاذ علي، ويعني بنقرا لك كتير وبنسمع لك كتير الحقيقه، وعارفين قد ايه انت بتحب هذا النادي او بتشجع النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي بالنسبه لي اسلوب حياه يعني. أيوة. عندي ضعف امام النادي الاهلي، هذا الشيء تربينا عليه يعني بحياتنا، والحمد لله ابا عن جد اهلاوي. طب منين جه الموضوع ده يعني يا استاذ علي؟ يعني انت رجل لبناني وعايش في لبنان، اهلاوي في بيروت ازاي يعني؟ اهلاوي في بيروت لانه صيت النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي. أيوة. يعني وصلت الى كل بيت في العالم العربي وخارج العالم العربي. ايوه، وبكشف لك سر انه مجله النادي الاهلي حتى بـ 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 بايام الحرب كانت تصل، يعني الاشتراك كان موجود وكانت تصلنا كل اسبوع تقريبا، ولم ننقطع على عن النادي الاهلي حتى باحلك الظروف. طيب استاذ علي، الحقيقه خليني اخد حضرتك الملف اللي انا كنت بتكلم عنه. خلاص بنسبه كبيره جدا اليابان سوف تعتذر عن ده اللي قريناه النهارده في كل وكالات الانباء او معظم وكالات الانباء العالميه المختصه بالرياضه، ان اليابان قد تعتذر او هتعتذر بشكل كبير عن تنظيم كاس العالم للانديه. هل من الممكن ان نرى كاس العالم للانديه في شهر مارس القادم، او في انا اسف في شهر فبراير القادم في الدوحه او في ابو ظبي؟ شوف كابتن اسلام، بالنسبه لبطوله العالم للانديه على الاغلب وبنسبه كبيره طالعه من اليابان، لكن الى اين ستذهب الى حد الان غير معروف، لكن خلينا نقول انه قطر والامارات دولتين جاهزتين لاستضافه البطوله، وما ننسى اذا يعني طرح اسم قطر، اعتقد انه قطر قادر على الاستضافه نظرا للامكانيات البنيه التحتيه الموجوده، وما تنسى انه هيدي 2022 هي سنة كأس العالم بالضبط، وتقريبا 90% من الملاعب صارت جاهزة يعني، وكما أنت عارف أنه في استاد السمامة راح يتم افتتاحه، هو سادس ملاعب المونديال الشهر القادم في المباراة نهائي كأس الأمير، يعني قطر جاهزة بنسبة كبيرة، وهي سبق ونظمت بطولات ونظمت بطولة عالم للأندية بالنسختين الاخيرتين، لذلك في حال طرح الموضوع وكان في امكانيه للاستضافه قطر جاهزه، وايضا الامارات لديها بنيه تحتيه، لكن حتى الان لم يتم اختيار اي دوله، وهو يعني القرار طلع اليوم من اليابان، واكيد ستتم الدراسه بعنايه من الفيفا قبل اتخاذ القرار الاخير، لكن اعتقد انه الدولتين جاهزتين للاستضافه، وفي حال منحت لاي منهم بتكون الامور يعني تنظم باعلى مستوى على اعلى مستوى، وتحديدا قطر يعني، وقطر تريد تنظيم اكبر عدد من البطولات قبل كاس العالم منشان اختبار الجهوزيه واختبار الملاعب واختبار اذا كان في امكانيه حضور جمهور ولا بدون جمهور، فهذه كلها ضمن الاختبارات قبل الوصول الى نهائيات كاس العالم 2022. اعتقد قطر او الامارات اعتقد الاثنين هيبقوا اهلاويه اكثر من اي حد ثاني، يعني احسن ما نلعب في اليابان بيني وبينك يعني لو حصلت يعني ان شاء الله. ما هي حصلت بالامارات الاهلي لعب اكثر من مباراه، مزبوط. وفي قطر لعب اكثر من مباراه، واخرتها كبطوله العالم الاخيره اللي كنا موجودين على الارض فيها الى جانب النادي الاهلي، وكانت جماهيره رغم جائحه كورونا موجوده بالعدد اللي كان مسموح فيه، وكان صراحه اعراس اهلاويه استمتعنا فيها كلها، وكللها الاهلي باحتلاله المركز الثالث وقتها بفوزه على بالميراس البرازيلي. نعم. وهالمره نتمنى خطوه اضافيه بالوصول الى المباراه النهائيه، وما تنسى في تشيلسي، ما بدنا نضغط الفريق اكثر هيك، لكن الاستعدادات اللي عم يقوم فيها النادي الاهلي بتخلينا يعني نتوسم خيرا انه يقدم عروض وعلى الاقل يصل الى دور النصف النهائي،
او ايضا يلعب المباراه النهائيه، ليش لا؟ هسألك طبعا عن النادي الاهلي دلوقتي، ولكن قبل ما اسال حضرتك عن النادي الاهلي، مباراه السوبر الافريقي كان من المفترض ان هي هتقام في شهر 9، ولكن ايضا حتى الان لم يتم تاجيلها رسميا، ولكن من المتوقع ان يتم تاجيلها لشهر ديسمبر القادم. هل ده برضه هيحصل قريب ولا لسه هنستنى شويه؟ والله شوف، هي بالموبايل مثل ما بنعرف كاس السوبر الافريقي هو في عقد بين الاتحاد القطري لكره القدم والكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم لاقامه المباراه لثلاث سنوات على التوالي. أيوة. اول سنه فات فيها الزمالك، ثاني سنه فات فيها الاهلي، باقي السنه الثالثه. هلا هو يقال انه المباراه ستتاجل الى يوم 24 او 26 ديسمبر المقبل. أيوة. طبعا انت ما تنسى قطر بهالفتره كاس العرب، كاس العرب. أيوة. من 30 ل 18 ديسمبر. فبعد اسبوع بعتقد الامور بتكون سهله وقادرين على الاستضافه. هن سبق يعني نظموا بطوله العالم للانديه ومباشره كاس الخليج. نعم. يعني قطر جاهزه لاستضافه المباراه باي وقت، لكن فقط يحدد الاتحاد الافريقي التاريخ والامور بتكون جاهزه. وان شاء الله هالسنة بيكون في جمهور أكبر، لأنه الناس بدأت بأخذ اللقاحات والأمور الطبية على أعلى مستوى، فأعتقد أنه تكون المباراة على الأقل ب 80% من سعة الملاعب. يا مسهل يا رب. خلينا بقى نروح للمعشوق لينا جميعا النادي الأهلي. حضرتك شايف موسم النادي الأهلي السنة دي عامل إزاي في ظل أن أنت كسبت 5 بطولات وثالث العالم وخسرت الدوري العام المصري؟ يعني النادي الاهلي معودنا على البطولات. أيوة. اسلام، وهذا ليس بجديد على نادي الاهلي. الاداره بتسلم اداره والسيستم موجود والبطولات موجوده، فالاهلي لما بيخسر بطوله بتكون فتره استراحه محارب لاكثر ولاقل. أيوة. وانا لي راي بخساره الدوري، يمكن الاهلي دفع ثمن ضغط المباريات، دفع ثمن فوزه بدوري ابطال افريقيا، دفع ثمن اخطاء تحكيميه فاتحه وكانت واضحه. لكن ما بدنا نعلي على هذه الشماعه، خلينا نقول الاهلي استراحه محارب، ونحن معودين كل 5 6 بطولات دوري للاهلي بتزمط وحده، يعني ما في مشكله. واللي فاز ب 42 لقب سابقا يعني جاهز ليفوز ب 43. أي. واللي عم يحصل بالانتقالات ولجنه التعاقدات بالنادي الاهلي بعتقد قامت بعمل جبار، وتحديدا انا بانتظار اللاعب ميكيسيون اللي كنت بتمنى اشوفه بالاهلي وتحقق هالطلب، لانه لاعب راح يكون فلتة الشوط برايي انا. يعني كل الانظار على فارس تساو، انا منتظر ميكيسيون يكون هو فلتة الشوط بالنادي الاهلي الموسم المقبل. فاتوقع الاهلي يكون صاحب اليد الطولة بالبطولات القادمه، من كاس السوبر المصري لكاس السوبر الافريقي واستعاده لقب الدوري باذن الله. يا رب ان شاء الله. ولكن حضرتك كنت بتتكلم عن الصفقات، عن بيرسي تاو وعن لويس ميكيسوني وبقيه الصفقات اللي جابها النادي الاهلي، سواء حسام حسن او كريم فؤاد واخيرا او مؤخرا مصطفى البدري. اعتقد ان 5 صفقات ليها دور او هيبقى ليها دور مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. واللي اتقال ايضا او الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات قال معانا هنا على الهواء مباشره ان بكده بتنتهي تعاقدات النادي الاهلي. شايف حضرتك التعاقدات دي، هل كان النادي الاهلي محتاجها، وهل بالفعل يكتفي النادي الاهلي بهذه التعاقدات ولا لا؟ لا، انا اللي شفته من الجيل اللي النادي الاهلي اللي احرز 5 بطولات، جيل قدم الكثير للنادي الاهلي. ما بدنا نفقد حق اللاعبين اللي كانوا متواجدين وحققوا هالانجازات الكبيره، ومنها لقبين دوري افريقيا متتاليين. لكن تبين انه من ناحيه اللاعبين الاجانب كان في يعني نوعا ما لم يقدم الاجانب العصر باستثناء يعني لاعب خط الوسط ديانج اليو ديانج وعلي معلول. ايوه، وعلي معلول وايضا بدر بانون. يعني كنا متوقعين اكثر، لكن بدر يمكن اول سنه ما تاقلم بشكل كبير، لكن هو لاعب كبير. أيوة. انما اجايا وباليا ما قدموا المستوى المطلوب. فبعتقد فارس تيساو ومسكيون راح يكونوا اضافه كبيره، ايضا حسام حسن وجوده مع محمد شريف ايضا بالهجوم اضافه، وايضا يعني
اللاعبين اللي تم استقدامهم البدري ايضا لاعب موهوب جدا، كريم فؤاد برضو الحقيقه بيلعب باك شمال، بيلعب خمس مراكز. صحيح يعني ايضا الاهلي يعني علي معلول اصيب ببعض المباريات، فكان محتاج الى لاعب يغطي مكانه. نعم. لم يكن موجود الموسم الماضي، حاليا كريم فؤاد اكيد راح يكون بهذا الدور، راح يكون اضافه الى جانب علي معلول. فبتصور انا التشكيل صار متكامل، والنادي الاهلي حقق باللاعبين اللي ضمهم بعض الثغرات اللي كانت موجوده، وتحديدا بخط الهجوم على الاطراف اللي كان الاهلي شوي يعني احنا معتادين على الاجنحه الطائره بالنادي الاهلي. ايوه كابتن مصطفى عبده المجري وانت قادم. فلذلك اتوقع السنه يكون هالاضافات اللي حصلت اضافات حقيقيه وصفقات ناريه، سيكون الاهلي كسبان بتواجدها. استاذ علي، النادي الاهلي كاول نادي في مصر الحقيقه بيتعاقد مع مدير فني افريقي من جنوب افريقيا ويكون مسؤول عن الاداره الفنيه في النادي الاهلي، هل شايف او كيف يرى علي الزين اداء موسيماني مع النادي الاهلي خلال ست بطولات او خلال ثمان شهور كان متواجد فيهم مع النادي الاهلي؟ يعني كم عدد البطولات اسلام اللي حققهم الكابتن خمسه موسيماني مع الاهلي؟ خمسه وثالث العالم. ثالث العالم، خسر الدوري بالامطار الاخيره. مظبوط. لو جيت انا بدي انتقد موسيماني هل بكون منطقي؟ هذا سؤال للنقاد اللي ليلا نهارا جهارا بينتقدوا باتسو موسيماني على اداء النادي الاهلي. ايوه. بعدين باتسو موسيماني لما اتى على النادي الاهلي كان في هدف منه ومن الاستقدام وهو بطوله افريقيا، لانه الرجل يعرف قضايا افريقيا جيدا. مظبوط. فنجح بتحقيق بطولتين متتاليتين وايضا حقق كاس السوبر وحقق ايضا يعني عم تقول انت خمس بطولات وثالث العالم. ما المطلوب من موسيماني اكثر من يعني اكثر من هيك؟ يعني اللي انا بوجه سؤال لمنتقدينه، ما هو المطلوب من موسيماني اكثر مما حقق؟ وهل النادي الاهلي اول نادي مثلا ما بيحقق البطوله ببلده؟ مانشستر سيتي يعني بيخسر بطولات، سان جيرمان السنه الماضيه ما حقق بطوله. ما تنسى نحن عم نلعب بظروف استثنائيه، في كورونا، في ضغط مباريات، في بطولات، في نظام صحي صعب على اللاعبين، وهول اللاعبين بالنهايه ليسوا الات. فنحن ما ننظر بالنواحي الايجابيه، انا بعتقد موسيماني نجح بنسبه كبيره ورد على منتقديه بالملعب، وخليهم ان ينتقدوا طالما موسيماني اذا لعب خمس بطولات احرز منهم اربعه، فانا بعتقد انه بيكون نجح ونجح باقتدار. تمام. اخيرا، اختيار المدير الفني كارلوس كيروش ليكون مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني، كيف ترى هذا الاختيار؟ اختيار موفق الى الان، لانه كارلوس كيروش صاحب خبره كبيره، بغض النظر عن بعض الاصوات اللي بدات تطلع معترضه، لكن كارلوس كيروش لديه تجربه في مانشستر يونايتد مع أليكس فيرجسون، درب ريال مدريد، درب ايران، درب افريقيا، درب البرتغال. الرجل يعني انا بعرفه معرفه يعني قريبه جدا، الرجل مدرب وايضا يعني مربي ايضا. أيوه. وله يعني من القراءات الكرويه على اعلى مستوى، وهو كان السبب بالطفره اللي حصلت في منشات مانشستر يونايتد التدريبيه. فالرجل لديه رؤيه فنيه كبيره ورؤيه تدريبيه على اعلى مستوى، وراح تظهر من اول مباراه قادمه للمنتخب. يعني هل هيقدر، انت عندك مباراه كمان ثلاث اسابيع او يمكن اقل من شهر، مباراه مهمه جدا بعد فوز ليبيا امبارح على انجولا واصبحت ست نقاط ومصر اربع نقاط، المباراتين القادمتين في تصفيات كاس العالم هتكون ضد ليبيا، اعتقد المباراتين صعبين جدا، هل في خلال الشهر ده هيقدر كارلوس كيروش ان هو يلم اللي بيحصل مع المنتخب الوطني ولا لا؟ نظرا لخبرته الكبيره اسلام كارلوس كيروش وايضا الامكانيات الفنيه الموجوده في المنتخب المصري، اعتقد لو حصل التجانس السريع، وانا هيدا بتوقعه لانه اللاعبين المصريين يعني عبر يعني تاريخهم باللحظات الصعبه ببين معدنهم. ايوه. فاعتقد انا لو المنتخب المصري اعطي يعني خف الضغط عنه قليلا واعطي المساحه للمدرب للعمل بهدوء، انا بتصور ان المنتخب المصري بيرجع بيقلب الطاوله بيتصدر المجموعه وبيروح على كاس العالم.
يعني انا بشكرك جدا يا استاذ علي، احنا كلنا بنحبك كاهلاويه لان انت راجل دائما كلمتك رائعه عن النادي الاهلي ودايما في الحق، يعني دايما بتتكلم عن النادي الاهلي في الحق، فانا بشكرك جدا يا استاذ علي على وجودك معانا. استاذ علي الزين الصحفي والاعلامي اللبناني الكبير الحقيقه.